السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنذكروا الخفيفة اللي جات يعني كبرات بينا وجات لعندنا يعني باش يعني نوضحوا ليها الأمورات اللي تنعيشوا حنا في هذا السوق الدولي ديال السوق الخير الخير المحمدي. هنا هاد المحلات كما قلنا الأمتار اللي فيهم 3 متر على جوج، يعني هادو في الأرضية. اما بالنسبه للطول ديال المحلات اللي هو يعني 3 المترو على 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 8، 3 المترو و 8 اللي كاينه فيها، هذا اللي قال متر ونص اللي كاين يعني هاد المحلات يجي حتى هو ويعبر هاد المحلات ويجيب شي صحيفه ويكتبنا ويكون كلامه هو السبب. قدر يطير، ما عمرنا شفناه ولا عرفناه ولا دابا حتى لحد الساعة ما عرفناه منين هو، منين مدفوع. لكن بعض الجهات اللي مدفوعين قبل كاع ما يتحطم المشروع ديال السوق النموذجي كنا تنعيشوا بالبالة، وطالعوا السلطات علينا وبحثوا لقاونا الحمد لله ما واكلين في كرشنا حتى شي حاجة الحمد لله. هاد عطاونا الموافقة وحنوا في هاد الدعاء، فالله ينصر سيدنا ويطولنا عمره ويجعل البركة في الوالي ولا السيدة العمدة ولا الناس اللي مشاو اللي توفى الله يرحمه واللي باقي على قيد الحياة الله يذكره بخير. اللي بغيت نقول على هاد اللي تيقول الاختلالات هادشي اللي تار يعني في هاد المصر راه ما كاين والو. لا تزوز هاد الهضرة اللي قالوا مشاو رماو باش يهرسوا هاد الناس ويبقاو في هاد الحالة اللي تيعيشوا هاد الناس. يعني على القضية اللي بغيت نضيف، هاد الناس ما غاديش هاد الناس اللي قال هو السوق يعني تحط بلا ترخيص بلا يديك بلا يخليك، هاد الترخيص البلا لا هو وريني البلا لا هو لا ما سيدي تشدينو حنا وروسنا عرياني. السيد مقاولنا ربي بدا هنا العمل، ما بدا العمل هنا انا اللي دخلت معاه بصفتي الرئيس ديال الاتحاد ديال الجمعية ديالنا ديال طنجرة سوق الخير. ما تحطت بريكة هنا ولا طوبة ولا حتى شي حاجة تقاد يعني المسائل يعني اللي هي قانونية ديالو تتعلق يعني الرخصة تتعلق بالمشروع بحال الرخصة. ها هي قلبة ها هي على جوج جوايع. أنا سيد ملي قاد القوانين ديالو جا عطانا طلبنا ليه النسخ باش يدخل عندنا من الناس المسؤولين للدولة مثلا ديالنا، وهو ترسلوا الناس المسؤولين اللي تعاونوا معنا تعطونا المشروع بيننا، وهاد الناس راه متلوقين عندنا باش يخسروا لنا خدمتنا ويخسروا المشروع. وتنطلبوا من السيد الوالي والسيدة العمدة والباشا والسيد القيد والناس اللي تيمثلوا سيدنا الله ينصروا سيدي محمد السادس، تنطلبوا ليه من هذا المنبر الشفاء العاجل ان شاء الله. الله يطول لنا عمره ويحفظه في ولي العهد الامير مولاي الحسن ويحفظ الاسره العلويه الشريفه. انه هو تاريخ عندنا حنا ولاد المغاربه قح الناس اللي كانوا والديهم تيطالبوا باش يسيروا بلادهم وما ما يسيرهاش شي حد اخر من شي ارض اخرى جنبها. حنا ولادو كنموتو على بلادنا وما نقدوش نديرو يعني شي حاجه اللي تطيح لنا من الشرف ديالنا قدام الناس المسؤولين. كنا تنطالبوهم بواحد لو جهد داك النهار انه هو حنا ضعفاء وما عندناش وتحرمنا من بعض الاسواق، واليوم يشوفونا ولينا طامعين تنبيعو في الارض تنخزن وتنعمرو في جيبنا. ما يمكنش حاشا ولله. لهذا تنشكركم الله يجزيكم بخير. وعندي واحد الإضافة بغيت نضيفها، الله يطول لنا عمركم، تنشكركم شكرا جزيلا، ما عمرنا ننساوكم الله يجزيكم بخير. إنه هو بعض الباعة اللي كنا عطينا في واحد اللائحة إضافية فيها 342 راه عطاونا منها واحد العدد وبقى واحد العدد، وحنا هاد الناس قاعدين معانا شهادة الله اللي شهدنا لهم تدرناهم في اللائحة راه هي عند السلطة. راه ما يمكنش ينوض شي مسؤول يمشي للتقدم ويقيد ناس غرباء جايين من كل قنت ويخلي لنا هاد الناس. راه إلا بقاو هاد الناس
هما يعني تسجلوا قبضوا حتى هما يعني واحد الوثيقه باش نعطيهم الرقم ديال الكونت في الحساب انا محلو راه الثقف هنا بغا يقعد وهنا هادشي راه ضرنا على قلبنا وراه ما بغيناش حنا نصدقوا ونوقعوا في هاد المشكل هذا. هاد الناس اللي مسجلين في اللائحه الرسميه كيخصهم يسلموهم لنا السيد القائد السيد الباشا اللي يعني عندهم الناس الولايه والجماعه يعطيونا هاد اللائحه الكماله نتاعتها وهذا هو المشكل اللي عندنا راه ما عندنا حنا حتى شي مشكل وتنشكركم الله يجزيكم بخير. يعني هاد الناس اللي ناضوا دابا وتيكتبوا على هاد السوق وتيكتبوا على الحوايج اللي يعني ما نقدوش نديروهم حنا هاد الناس راه غادي نتابعوهم حنا قضائيين وغادي نتابعوهم ونقدو نتابعوهم ولا عندهم حنا عندنا حجه صغيره على شي محل بعناه انا بصفتي يعني تنسمي راسي لخوتي السي محمد الفيلالي الاصل انا والديا ماتوا على البلاد تنطلبوا منهم باش يبحثوا ويقلبوا على هذا الشيء اللي مشاو كتبوا لهم هاد الناس وكذا. بخصوص اللائحه اللي قلتي لنا هاد اللائحه العمر ديالها من 2007 2008 يعني حنا الجمعيه ديالتنا تاسسنا في 2004 نهار 13 سوق بالبكر ونضنا تنقلبوا على سوق فين تبعشوا ما نبقاوش مرميين في الشوارع وحنا من ضيمت الناس اللي قبضوا السوق بالبكر ناض السلطه بحتاج والطلعات والقولة تنسالو وهاد الناس اللي قلت لك قبضوا السوق بالبكر كانوا تيمشيو لعند القائد وعند الباشا تيقول ليه بغيو يهرسوا السوق ما تحطوه منا هنا وكانوا بغيو يفرقونا على الاسواق تمرقش القائد اللي مشاو ليه تيقول ليه جاولي ما لقيت فين نديرهم وبحثوا خلونا في الحي ديالنا الله يجازيهم بخير حنا تنطلبوا منهم باش يبحثوا ويقلبوا وما يتحل هذا السوق تيتحل على جدارة واستحقاق الناس اللي تستحق مقيدة من زمان تعطاها حق الأولوية حنا ما تنمنعوش شي حد ديزا فيه وقاعد في الشارع وبياع وسراي وما مستفد في شي قد آخر إلا تدمج معانا وكاين فين الله يسخر ولكن باش تحرموا لنا الناس ديالنا اللي كانوا تيعطيو الواجبات اي حاله الا جا سيدنا تيمشيو تيديونا في الكيران كانت شي حاله عندنا بحال السوق العشوائي ما قبضنا فيه لا قادوس درنا القواد ساهموا الناس عطاو اي حاله كنا بغينا نكتبوا شي حاجه ولا شي حاجه تيساهموا هاد الناس ويقعدوا حتى اليوم ويتحرموا ويجيو ناس جدد راه ما تدش مع القزوطه راه ما غاديش وهاد الناس جدد منين جاو؟ هاد الناس كلها منين جاو كاين اللي احنا تنسمعوا احنا ما غادي نتهموش حتى نقول عطاو قدامنا راه كاينين الناس جاو عندي انا قبل الجمعيه ديالتنا فيها شي ناس هذوك الجمعيات نسجلوهم انا وندخلوهم والناس في الجمعيات الاخرى راه مقيدين كل واحد غادي يتحمل المسؤوليه ديالو انا دابا تنهضر على الناس ديالي ديال الجمعيه ديال طرزه سوق الخير ما غاديش يتصرفوا ليا وراه تيجيو ليا المحلي تيجيو للسوق هنا فيهم رجالات ماتوا لهم رجالهم فيهم كما قلت لك شباب لقاتو على الدراسه وفيهم ناس كبار شياب وعنده وليداته ضعيف وما عنده صحه وحرموه باش هذوك الولاد بغوا يعيشوا وغدا بغا يمشي يدعيني انا يقول لي هذه الوثيقه اللي عاطيني المطالبه ديالك المطالبه ديالي هو يعطيوني هذه اللائحه في اقرب وقت كاين اللي مسكين مقهور ما تنهضروش على الناس اللي عندهم وبغا يخلصوا هذوك راه خصهم يتاخذوا معاهم اجراءات راه اللي ما بغا يخلصوا عنده راه تاخذوا معاه اجراءات قانونيه ان شاء الله الرحمن الرحيم والمسائل اللي هي اللي ما عندوش حنا تنطالبوا السيده العمده من هذا المنبر تدخل تدخل ديالها كي تدخلات في السوق العسوزيه كي تدخلات في السوق ديال سيدي يوسف بن علي كي تدخلات في السوق الزهور راه خرجات ربعات المليار راه 40 مليون ديال الدرهم راه مبلغ مهم وما وعلاش انا السؤال اللي عندي انا هو علاش تقصى سوق الخير من هذا المبادره هاد المبادرة علاش تقسم الناس سوق الخير؟ واش تعمدوا هاد الناس يحسونا؟ واش كاين شي حزازات؟ حنا الحمد لله ما عندنا حتى شي حزازة مع شي مسؤول كجمعيات اللي هذا الله يجزيهم بخير تنطالبوا منهم يدعموا معنا ماديا ومعنويا وكيف قلنا على قبل اللائحة اللي هي عند السلطة المحلية تنطالبوهم الله يجزيهم بخير والله يرحم لهم الوالدين من هذا المنبر يخرجوها راه بدعم السوق واحد الدعم قوي بدعم السوق وبتعاوننا وبدعم المسائل الماديه لانه هاد الناس هاد السوق راه طول دابا بالسلامه راه غادي لا بغينا نمشيو 6 سنين طيب راه 6 سنين هادي واش بغينا نقعدوا 10 سنين واش بغينا نقعدوا 20 عام راه لا يعقل
الله يجازيكم بخير. راه مات راه شحال من واحد مسكين توفى كان تيتسنى محلو راه توفى. لهذا الله يجزيكم بخير، خرجوا لنا هذا السوق هذا الوجود، يدعموه معنا يعاونونا. راه ماش راه في الاخر هذا السوق هذا راه بغيت تشدوا البلديه وبطلبنا بالكرا. مادام نتوما بغيتوا تشدوا السوق وبغيتوا تطالبوا بالكرا ايوا دعموه دروكا، دعموه ماديا وشدوا الكرا ديالكم، راه ما كاين حتى شي مشكل. اش فيها؟ شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.